مرحبا. بموسم الميلاد بيكتروا الناس اللي بيبيعوا اشياء موسميه، وفي ناس بيغرقوا السوق ربما باشياء مستورده. هيدي المغاره، هيدي مغاره اللي عملها انطوان ابي عاد وجارنا، هي مغاره امي ومشهوره، كل اللي بيزوروا معرض المغارات بيلاقيها. فتخيلوا واحد عنده فنان بيعرف يعمل هيك امور، قد ايه مهم انه يستفيد منه. وتفاجأت انه في محل بلبنان متخصص بالاشياء المغارات الميلاديه اللي بيعملوها. هلا نحن ما بنعمل دعايات لمحلات، ما رح نكتب اسامي محلات، بس حلو تفتشوا على هالفنانين والمبتكرين وتشجعون بالاشياء اللي هن بيعملوها. في اشياء غاليه، في اشياء رخيصه، في اشياء مثلا مفاجاه. في محلات شغلتهم انه يعملوا بيت المغاره يلي هو هيكل المغاره، حتى اذا انتم عندكم اشخاص المغاره والشخصيات تقدروا انتم تحطوا بحسب ميزانيتكم، او تحسوا انه عم بتجددوا مغارتكم كل سنه. واكيد ما بننسى انه في فن كامل هو فن الايقونات، وهي بركه انه واحد يقدر يجمع هالايقونات اللي في شيء ميات انواع المغارات الميلاديه. الخبريه الحلوه يلي مش صايره قبل كانت انه الاباسيه الاشرفيه، اكيد مش بحاجه لدعايه، بس قرر يعمل ضيعة ميلادية لبنانية كاملة، ضيعة ميلادية على الطراز اللبناني. هيدي بداية كتير حلوة، وهيدي بتشبه جهد كنت عم بحاول انه نفذه مع حدا، وان شاء الله قريبا نقدر نشوفه. مغارة كتير حلوة، بتمنى تروحوا تشوفوها. بدها وقت لتلاقوا يسوع فيها، يعني يا ريتهم قربوه شوي على الحفة تنقدر نشوفه، بس يمكن بدهم الناس يقضوا وقت اكتر عم يتفرجوا على المغارة. مبادرة كتير حلوة، وبشجع كل الناس انه كل واحد يقدر يحط طابع لبناني على المغارات اللبنانية، حتى لو كنا عم نستورد اشياء من برا. في اشخاص عندهم هوايات بسيطة، بس كتير بيفرحوا لما تلاقوا انه انتو لما عم تشتروا هالاشياء اللي بيعملوها، تشتروا الاشياء الميلادية، لانه بتعرفوا هيدي الانسان بيقنيها لفترة قصيرة، بيعرضها لوقت كتير قصير. هيدي المغارة يلي هي من ستراسبورغ، انا حكيت مع في مهندسه لبنانيه اسمها كارول طعمي، وعملنا بيت لبناني. وهيدا البيت اللبناني يفترض قريبا انه ينعمل منه ويتوزع بالعالم. السنه ما رح نقدر انه نوزعها اكيد، بس بالسنين اللي جايه رح تكون بيناتكم. واخر شيء بحب تعرفوه بتشجيع الحرفيين، هي هيدي المغاره يلي اللوحة من خشب الأرز. حاولوا تشجعوا هالحرفيين اللي بيعملوا هالاشياء، خاصة انه قادرين تعملوها تكون باسم عائلتكم وبتبقى عندكم بكل السنة. ونحن ناطرين مغاراتكم على صفحة كريسمس اكزيبيشن، وناطرينا حتى نحطها على تلفزيون مريم تي في. هلأ خلينا نعمل زيارة بسيطة على مجموعة مغارات من اختيار المخرج للموجودين على صفحة كريسمس اكزيبيشن، وما تنسوا تبعتوا لنا مغاراتكم كمان. افرح الزهور.
في ناس بتحبوا دايما خبرياتهم، وبتحس انه لما عم بيخبروا خبرية بتكون عم تحكوا من القلب بدون تصنع. فلهالمرة حبينا انه نخلي الثنائي الاعلامي يمنى غريب يمنى شكر غريب وسعيد غريب يخبرونا سوا عن ذكرياتهم الميلادية، وكل واحد لحاله. بنبلش اكيد مع مدام يمنى. لما كان الاضطهاد ماشي والتهجير ماشي، ما مننسى انه العيلة المقدسة راحت هربت، وانه يسوع خلق بمغارة. نحن اليوم عم نعيش ذات الجو، البشرية كلها مش بس بلبنان، في جو من الحزن، من البؤس، من اليأس، من الغضب، من العنف، من الحروب والتهجير عم بيعيشوه الناس كلهم بكل أنحاء العالم، وهذا شيء مؤلم ومؤسف. بأكد أنه ما عنا إلا رجاء واحد، هو النور اللي طالع من مغارة بليلة طلع النجم فيها من الشرق. يسوع خلق بمغارة، هذا البيت الثالث من أسرار الفرح، وأنا بجتهد في موضوع المسبحة. يعني بهذا البيت دايما بقول يسوع أعجوبك الكون، خلقت بمغارة ومن مغارة غيرت وجه الدنيا. فبرجع بطلب منه اليوم من هالمغارة يغير وجه الدنيا وتسود المحبة واللطف والحنان بين الناس والتلاقي. المغارة ببيتنا والشجرة والعيد ما كان عيد مبهرج، ما كنا كتير نزين، لأنه دايما كنت تسائب أنه عنا أحزان. كانت الماما تقول مش معيدين السنة، طبعا مش معيدين مش معناتها انه كنا نعمل وجبتنا الدينيه. نحن كنا براس النبا، وكانت الكنيسه قدام البيت دغري بوجهنا، كنا نشوفها عن البلكون، وكنا نزور ونعمل وجبتنا الدينيه، لانه في حرص عائلي على الموضوع. الشجره والمغاره رجعوا على البيت لما صار في احفاد. بعائلتي صغيره وببيتي طبعا سعيد هو اللي بيعمل المغاره والولاد بيشاركوه، أنا كمان، أنا يمكن بشارك بالفكفكة أكثر بعدين، لأن في الضب ورا طبعا عيد الغطاس. مغارتنا كل سنة شكل، سنة بورق، سنة بجنفاس، والاجتهادات كبيرة حتى تكون المغارة حلوة. الأولاد بيعطوا رأيهم، بالأول كان يمشي الحال، كانوا يشاركوا، صار هن بدهم يعملوا مطرح بيهم المغارة، بطل يعجبهم. طبعا هيدا ضمن الجو العائلي، وهذا الشيء الحلو انه كلنا عم نحتفل سوا بعيد الميلاد يلي هو عيد يسوع بالاساس، وكل شيء حوله مجرد احتفالات بشريه عاديه ما فيها الحس يلي بخلي الامور الى الطابع الديني. فمن هون انا بقول العيد هو بهجه العيله، بهجه العيد هي يسوع يلي خلق بمغارة وغير وجه الدنيا. يسوع غير وجه الدنيا، وأستاذ سعيد غريب رح يخبرنا بهيدي المقابلة الخاصة، بيكشف عن سر مش قايله لحدا إلا بهيدي المقابلة. فإن شاء الله يكون هالسر ما فيه مسؤولية، وصير نطلب منه كل سنة يعملنا مغارة. الله معكم. من 47 سنة كل سنة ب 25 كانون الأول بيتجدد الإيمان. الإيمان اللي جاي من النور، نور أعظم مولود بالتاريخ. بهالعصر هيدا اللي عايشينه اليوم، عصر الفلاسفة، بقصد فلاسفة الجهل وجهل الفلاسفة، كمان بيتجدد إيماننا بهالنور، لأنه هو الخلاص وهو المحبة وهو الرجاء. هالسبعة وأربعين سنة اللي أمضيناهن بلبنان بالعذاب والحروب والقتل، ما في شعب بالعالم بيضاين 47 دقيقة من أصل 47 سنة قضيناهن نحنا إذا بدكم بهالجحيم. الحمد لله فيها النور دايما يلي عطول بيفوت بالقلب، بفرح القلب. هيدي المناسبة كتير عظيمة، عظيمة لأنه صاحبها صاحب هالنور يلي إجا
من هالنور هو مش بس أعظم مولود بالتاريخ، هو أعظم رجل بالتاريخ. بذكرى الميلاد السنوية، عيد الميلاد المجيد، عندي خبريتين، خبرية هيك مهضومة وخبرية إذا بدك سكوب على مستوى المغارة، لأنه المغارة هي القصة كلها. الخبرية الأولى يمكن شرحت يومنا، أنه نحن ببيتنا بيت أهلي بي كان يعمل المغارة دايما، وبالوراثة مثل كل شيء أخذت هالشي عنه. كنت أنا ساعده لبي بعملين المغارة لما كنا بعدنا صغار، ولما كبرنا شوي بأول طلعتنا ببداية السبعينات أنا عملت مغارة بكنيسة بعتقد قليل قليل اللي بيعرفوا وينك. هذا هو سكوب. في كنيسة، كنيسة مرجر بكورنيش المزرعة بلزق السفارة الروسية، انعملت هذه الكنيسة بأوائل السبعينات، وأنا عملت المغارة أنا وإخواتي ساعدوني، والمرحومة الوالدة اشتغلنا مغارة الكنيسة، يعني مغارة كبيرة بفوت واحد بفوت فيها لجوا مرتين، وعلقت الحرب وما عدنا قدرنا كفينا، وهالكنيسة إلى علينا كتير ما عدنا طلينا عليها بفعل الحروب وبفعل التهجير. وبنصح الكل يروحوا يزوروها، ما بعرف إذا فاتحة أو مسكرة بهالفترة هيدي. الخبرية الثانية المهضومة، ابني مارك ابني الصغير كان عمره سنة ونص لما حب يشارك بعملين المغارة مع بيه ومعي أنا، حكي وبعد أول حكيته طلب مني إنه هو بده يساعدني، بده يعمل المغارة معي. قلت له أوكي، ما بيسوى قل له أوكي لأنك كذبت عليه، إنه ما في ولد عمره سنة ونص يشاركني بصناعة المغارة. اضطريت أكذب عليه إنه أوكي، قلت له أوكي بابا مثل ما بتريد. أمه أخذته نزلته عند الجيران الفترة يلي بدها تخلص المغارة معي، أخذ ساعة ونص تقريبا، نزلوا عند الجيران وطولوا وطلعوا، لأنه قال لي قبل ما ينزل حذرني، قال لي إذا بطلع وبلاقي المغارة عاملها بدي هبطها، بدي كسرها. قال وقتها هذه الكلمة اللي استعملها، أنا ما أخذت وعطيت، قلت ولد هيدا عم بيحكي. طلع هو أمه فاتوا على البيت على الصالون، لقيوا المغارة معمولة، ما حكي ولا كلمة، قرب صوب المغارة أنا عم بتفرج عليه، بدل ما شوف مشهد مبسوط فيه عم يضحك لها، علق إيده هيك نزلها بالأرض، راحت المغارة ما كأنه معمولة، هبطها كلها سوا مثل ما وعد حاله نفذ. هلأ بهيك وضع أنا شو بدي أعمل؟ غمرته وصرت بوسه أنه كتير طلعت مهضومة منه. هيدي الواقعة ما بنساها بحياتي. طولت عليكم، بتمنى لكم عيد مجيد، ميلاد مجيد، وإن شاء الله هالسنة بتكون خاتمة الأحزان. أمين يا رب، إن شاء الله تكون خاتمة أحزاننا جميعا، ونقدر نرتل بفرح مثل ما بتقول ماجد الرومي، ولد المسيح هللويا. المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، 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 ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح.
وليد المسيح هللويا، وليد المسيح هللويا، وليد المسيح، وليد المسيح، وليد المسيح هللويا، وليد المسيح، وليد المسيح، وليد المسيح، وليد المسيح، وليد المسيح هللويا، وليد المسيح هللويا، وليد المسيح نسيت لكم انه هود الصور اللي مرقوا هن من مجموعة مغارات الميلادية يلي رح تشوفوها بالمعرض الدولي السادس للمغارات بكنيسة سيدة البير، كنيسة السيدة بسن الفيل، وناطرين مغاراتكم جميعا. تبعتوا لنا اياهم على كريسمس اكزيبيشن، وما تنسوا تكتبوا ميلاد لبنان حتى تشوفوها على مريم تي في.